الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد وكان الله بكل شيء عليما
سلام
ألم نجعل فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب أو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله.